طيب نرجع بقى لحالة الجو، ومن امبارح طبعا شايفين ان في برودة ملحوظة في درجات الحرارة، وحالة الطقس دي او عدم الاستقرار فيه هيفضل موجود معانا لغاية يوم الثلاث اللي جاي، وفقا لهيئة الارصاد الجوية اللي قالت ان يعني الموجة الباردة دي هتنكسر يوم الثلاث ان شاء الله، لكن لغاية الثلاث هتفضل درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير، هيكون في سرعة للرياح تؤدي لإحساسنا بالبرودة بشكل اكبر مع فرصة لسقوط الامطار. طيب نعمل ايه بقى عشان الجو ده؟ في اللي بيقعد في البيت ما بيعملش اي حاجه، في اللي بيلبس هدومه على قد ما يقدر كل اللي موجود في الدولاب، وفي اللي يتحايل بقى على المساله دي في مشروبات بس علشان البرد، ويعني تدفي الواحد كده، من حمص الشام للحلبه، ينسون، قرفه، سحلب، مشروبات شتويه كده. تعالوا نشوف التقرير اللي جاي معانا كده، تقرير دمه خفيف، ونشوف الناس اخبارها ايه مع الشتاء ومع مشروبات الشتاء. الأماكن التي يلجأها القاهريون خلال الصيف نفسها التي يلجأون إليها بالشتاء. على ضفاف النيل يحتمي هذا العجوز ذو الثمانين ربيعا من البرد، لكنه يوزع الدفء على المرة عبر كوب واحد من حمص الشام فقط بجنيهين وطلب لمقاومة البرودة. بيدفي الماء على إن خدت بالك دخله توابل زي شطة، زي كمون، زي خل، زي توم، زي حاجات من دي. خلطة هذا العجوز التي يفوح منها ثومها وليمونها وخلها يعتقد كثيرون أنها تضخ الدفء لأجسادهم دون زيادة في الوزن، أما الخبراء فيعتبرون كوبا واحدا مصدرا للبروتينات التي تضم الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم وغيرها. للتدفئة المصرية أسرار لا تعتمد فقط على تكنولوجي أو تطور صناعي، ففي قلب الموروث عادات تحتضن خلطة قديمة ربما تحمل للمحدثين مذاقا شرقيا يوقد الجسد ولو في هواء طلق. في زقاق آخر بالقرب من جامعة القاهرة مقهى شعبي يجلس عليه شباب وشيوخ يلوذون به أيضا للتدفئة، العرض دائما يسير مع الطلب. اثنين ليمون نعناع مع واحد كريمة مع اثنين شافي مع واحد خمسينة. طبعا في الشتاء بيبقى مفضل الحمص والقرفة والكاكاو يعني حاجات الساخنة كلها دي بتبقى في الشتاء. أما رواد المقهى الشعبي فيؤكدون أن طلبهم لقائمة بعينها من المشروبات تناسب حالة الطقس التي يعرفون جيدا كيف يطاردونها. الواحد بيحس بالدفء، وبعدين دي هي عادات وتقاليد، يعني احنا طلعنا لنا كده، يعني لسه بسحلب الحاجات دي في الشتاء والحمص والكلام ده كله. للشتاء في القاهرة عادات وتقاليد وروح كالمعدة تسهر كل من يدخلها لتتمصر الفصول والعادات والقيم، مشروبات من جسد الطبيعة فقط بين رحلتي الشتاء والصيف على ضفاف النيل. محمد مبروك، الحياة اليوم. مش عايز اقول لكم كل زمايلنا دلوقتي واحنا بنتابع التقرير، واكيد حضراتكم كل واحد بقى عينيه على حاجه كده، انا نفسي اشرب سحلب، الله حمص الشام شايفين البخار طالع منه ازاي، طب الحق اشرب كوبايه الشاي بتاعتي قبل ما تبرد، وانا كمان عايزه ينسون في الفاصل وارجع اقابلكم مره تانية بعد